بسم الله الرحمن الرحيم، معكم منال بن سليمان، عداء منتمية للنادي الرياضي القصير للألعاب القوى، فائزة بالرتبة الأولى في البطولة الوطنية المدرسية للألعاب القوى تخصص العدو تخصص القفز الطولي بمسافة 4 متر و 320. أولا كنشكر لنظمات السباق، واليوم احتلت الرتبة الأولى في فئة المرعمات، وكنشكر الأب ديالي اللي كيسهر على التدريب ديالي، وكذلك كنتمنى نرفع الراية المغربية في السباقات العالمية إن شاء الله. هادشي ممكن تقول الظروف اللي دارت فيها السباق من حيث الحلبة ومن حيث المنافسة اللي كانت في هذا السباق هذا؟ الحلبة مزيانة والمنافسة كانت ما بهاش، السباق كان مزيان. نعم، وكيفاش الظروف اللي استعدت فيها، خاصة أن هذا السباق هذا كيجي في نهاية الموسم، يعني هو دعم هذا المساندة ديال الجمعية في الكارة اللي نظمت أول سباق؟ كنشكر هذا الجمعية على هذا السباق، كنتستعمل في راسنا يعني التجارب، هي التجارب والتدريب. نعم.